في البصرة شكا أهالي منطقة الفيحاء من ملوحة المياه وعدم توفر المياه الصالحة للاستخدام البشري في أزمة مزمنة يعاني منها أهالي المنطقة، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد الحلول لأزمتهم. تعاني من ملوحة الماء، يعني بالمرات إذا صار مد أو ما جزر فالمياه راح ترجع تصير مالحة، مرات إذا انفتح الكارون همه، وتعاني من المياه الثقيلة يعني المجارة عليها. عندك هذا النهر بالزوري نقول احنا هم جاذب عليه المياه الثقيلة، ومن تعاني من الأوساخ والانطمام بالشط. من الشط يعني لا تصفية لا هاي، الشط الفلاتة ماكو، خدمات قليلة يعني، واري تعبانة قديمة.